طبعا احنا فاكرين قصه ازمه 85 لما الكابتن حسن حمدي كان مشرف على الكوره وقرر ايقاف 16 لعيب من نجوم الفريق الاول عشان تمردوا مع الكابتن جوهري. انا كنت رئيس البعثه بتاعت الكوره وحصل خلاف على ان جوهري عاوز محمد عباس. مدير النادي جه سالني قلت له لا ما القرار ده مجلس اداره ان هو كان القرار انه ما يسافرش. وكان رد فعل بقى اللي حصل بقى بعد كده ان جوهري بقى اصطدم مع مجلس الاداره وخد حسن حمدي قرار بانه اللعيبه الكبار ما تشاركش في المباراه المهمه جدا في كاس مصر امام الزمالك. وكان صالح سليم خارج مصر كان في لندن. ده كان يتسق مع مبادئ الاهلي لانه لما كابتن صالح سليم عملت ايه حسن قال له عملت كذا 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 قال له لو ما عملتش كده انا كنت هزعل. لما راح له الكابتن جوهري رحمه الله عليه بعد ما رجع من لندن قال له شفت يا ابو الصلح كان اقرب واحد لكابتن صالح عملوا ايه وتصرفوا معايا ازاي؟ قال له احمد ربنا انك بتمرن في النادي الاهلي. حينما تتعارض البطوله مع مبادئ النادي الاهلي ينتصر الاهلي او قيادات الاهلي تنتصر للمبدا ويضحوا بالبطوله. ولعبنا بالناشئين امام نادي الزمالك وكسبنا. طويله وتفوت وتلعب جامده وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي لعبها من عاليه وكويس بيحطها جوه الجول. ياخدها بد لعبها اماميه وبيجري بيها بسرعه بيستنى وبيمشي لعبها عاليه وحط جوه الجول. يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري.